ده كوبري مال قوي. بص في ناس بتدخل من هنا كده اهو، وناس برضو بتيجي من هنا، فاللي بيجي لا اما يمشي كده لا اما يمشي كده، في كل الحالتين الكلام غلط يعني خالص. نفس الكلام الحته دي مش عارف كوبري والله تحفه تحفه. الحته اللي في النص دي طب يعني مش عارف انا الكلام كانوا قفلوها في المايه ثاني كده. بص العربيه، بص انا ماشي ازاي مش واخد لبالي تفهمني، فدي حركه تلخفن برضه اللي يعني هو بص ماشي كده، اللي جاي من كده برضه ممكن يخش الشارع ده برضه ثاني، ف ده غلط وداخل مخالف. بص يعني برضه ده مش عارف ده المفروض ده اللي جاي كده فداخل مخالف. بص طبعا الناس هي مبهدله، بص ده ماشي كده وعربيات تانية اهو، لازم هيحصل حد حوادث يا جماعه. بص داخل مخالف برضه، مش فاهم اللي بيجرى في الكوبري، وده المفروض يمشي كده ويلف، لا داخل مخالف برضه. كوبري تحفه. بص ده طلعني من الناحيه الثانيه، ما تعرفش تطلع منين. لا حول الله يا رب. بص بص كل ده هيخبط في بعضه بعد كده لما الزعمه تكتر، كله هيخبط في بعضه. بص ده طالع منين ما تعرفش، برضه. ثواني دي مطارات. بس هو ايه الناس متلخفنه برضه يا عمرو؟ لسه يا عم والله واقف عادي، مش فاهم انا مش فاهم قصه الكوبري ده.